فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا إلا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم من شدة جماله. وحين الإنسان يعطى مواهب تكون فتنة له. يعني يوسف سجن بسبب هذا الجمال. يعني ممكن الإنسان العكس بقى يزعل إنه ما عندوش موهبة معينة أو ما عندوش قدرات معينة ويحزن على ذلك. لو أوتي هذه المواهب قد يفتن فتنة لا يستطيع أن يصبر عليها. أو امرأة تحزن إن هي مثلا مبتلاة بشيء معين وتظل تبكي وتتألم إنها محرومة من شيء معين أو من قدرات معينة أو موهبة معينة أو محرومة من زوج أو من ولد تبكي أو رجل يبكي إنه محروم من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وقد أوتي هذه النعمة يبتلى بلاء لا يستطيع أن يصبر عليه. فيوسف أوتي هذه النعمة وابتلي ولكن صبر. فممكن إنسان مثلا يحزن وما عندوش عربية أو إنه ليس في جمال معين أو إنه مش مشهور أو إنه مش معروف. لو أوتي هذه النعمة قد تكون سبب بلاء. يوسف عليه السلام اتحط في البلاء أكثر من مرة ويدخل السجن بسبب